خير والله. اختر اللي تبغاه قصه. ابي اسمعكم اكثر من قصيده ولكن اليوم عندك إيه. عندك تفضل. قبل الله اسمعكم القصيده انا في قصه حصلت علي انا. يا سلام في الرزق. تفضل ابي اسمعكم. طيب. يا سلام. الكلام ده يمكن عام 2003 اشتريت لي جيب. إيه. اول مره بحياتي اشتري جيب اكره. يا سلام. كانت كل سياراتي صغار من اول. واجي كان عندي مكتب عقار بحي الربوه. صفطت الموتر الجيب والله تخبر غير عادي واتعب وانا رايح جاي مع ذا داخل المدينة. قلت يا ولد ليه ما اشتري لي سيارة صغيرة تخدم الجيب. الجيب نعم صح. الله الله ما اروح طال عمرك ادخل المعارض. يوم دخلت المعارض تخبر من اول كانوا يحرجون على السيارات صحيح قديم. والله فاتحين كبوت هاك السيارة قالوا 4000 ريال سيارة. والله 4000 ريال 4000 ريال وانا تزود على قلت 500 قالوا 500 وانا احط يدي مكيف ثلج. أنا أهم شيء السيارة شغالة بس 4000 ما هي بشيء 4500 نصيبك. إي والله قال نصيبك يسكر الكبوت يدخلها للمعرض تكاتب أنا وياهم والله أني حتى نسيت اسمها سوزوكي بس ما أدري وش نين مع صغيرة. جيت صفطت طول العمر عند المكتب جاني واحد الزملاء وأخويا اللي يجوني دائم يزوروني قال ما شاء الله على البركة الموتر. قلت الله يبارك فيك. قالوا فلان عازمنا دكتور في شقرة قريب من الرياض معروف. ايش رايك انت خاونا وياك؟ قلت يا رجال اركب على الصغير ونادي خلينا نجربها بعد مع الخط. ايوه مع الخط حاجه اروح انا وياه طوال عمار لان تخبرونا النفود حق الشقره وجينا يوم قلطنا عندهم تعشينا وقضينا وانا طلع من عنده يوم طلعنا احنا جايين للرياض ما دريت الا هاك الجيب اللكسز اللي مسكني بالنور العالي. عاد في ناس قالوا ترى في مشلحين ذاك الخط. اي عاد انا خفت انا خفت. اي والله واحط رجلي لا اطرح رجلك. اي والله وادعس ان العباس السياره ما تمشي تقول اني جالس بعد كل جمشه ترجع ورا. انا خفت من ايش من المشلحين اللي يقولون. اي والله اي راح مشى لين ما زنبنا راح اللكسس ذا ويقول لنا كذا صف يوم قالوا يطير قلبي زياده. قلت خلاص ذا ناوينا انا ورفيقي معي. قال رفيقي وش تبغانا نسوي له الحين لما نزلنا؟ وش رايك انت تجيه مع يمين وتمسك تخمم حلقه وان لا انت الحين انتوا تسوون خطه احنا نخطط الحين ما ادري وش السالفه هجوم. قالوا له وش رايك انا انزل وتهاوي المهم احنا نخطط بينك خطه حربيه. اي والله قربنا من المحطه صفطنا خلاص قد الاخلاق هذا من مطردكم ما يطرد من اليوم هذا صامل. الله الله نزلت فكيت الباب قلت رفيدي انا يعني اقابله وانت عاد صار شيء افزع لي. قلت خير ان شاء الله ورا كم كنت طرد النهار كله. قالت بيع اللوحه. قلت اي لوحه؟ لوحه السياره. اي والله انا احسب اللوحه فيها شيء. الرجال بين عليه ولد عاقل شباب مؤدب يعني مو بشخص يا سلام. اي والله قال اللوحه اذا بتبيعها بعطيك فيها 5000 ريال وانا السياره كلها قيمتها اخذها ب 4500. اي والله قلت ها اللوحه لا كانت بتزود شوي بيشتري اللوحه مني ب 6000 ريال. كم؟ 6000 شهر اللوحة 6000 والله لو عندك خبرة بعد مكسب 2000 والسيارة بلاش. لا لذلك لكن اللوحة رقم شو اسمه يسمونه حجم كنت اللكسز تذكرونها مميز مميز يا سلام حجم كنت اللكسز. وقال خلاص ياخذ اللوحة مني ب 6000 ريال وابيع السيارة والله ما يقارب 6 وحوله يعني ما شاء الله. فالرزق إذا ساق الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ساق. هذه قصة عن الرزق من الرزق ما شاء الله تبارك الله. كان يتكلم قبل شوي أخونا لكن حدك عنده إيش اللي خلاك تخلي الجيب وتروح فيها للمشوار هذا وأنت ما تدري هي بتعطل هي كذا ولا لا؟ اختبار عملي. لا الرزق اللي الله سبحانه وتعالى يعلمك على الشيء ويسهل لك الأمور ويقدر لك المقادير صح صح. الماحة خطيرة يا ابو انت اي نعم وانت ركبت شيء بتروح طريق خطر ممكن تعطل. اي واحد بيقول مفروض تروح على الجيب بالضبط لانك معزوم ومشوار لكن الله رايد لك رزق فامرك انك تروح بهالسيارة. نعم تفضل. قبل شوي تكلم اخونا يقول ابو نايف كلمة انا تفتح من الشيطان وكلمة انا من ابواب الشيطان. فعلا الشيطان هو حريص على الانسان كله بس عاد انا لي حلم معه وتهاوشت انا وياه. الشيطان تهاوشت انا وياه في المنام الشيطان ورداس تردس الحمد لله غلبت حوايدك. اي والله السالفه ما فيها اني حلمت وانا نايم ما دريت اللي جايني الشيطان على شكل هيئه مرعبه وماسكني محلق مرعب بشكل؟ اي والله وعلى شكل انسان هيئه انسان بس انا مرعب ماسكني محلقي طلعوني كنت الاقط انا وياه وبقسني مو بقسني يسار ربك فوق في السماء اشيله مترين وانزل وينزلني. اي والله يوم قمت طلعت من النوم والله لا عندي شيطان لا عندي احد لا عندي ابليس
عاد قد علمت ابو علي ما شاء الله مفسر احلام بعد اقعد ايه. رافس المخده جيب كم من القصص تعجبني انا القصص هذه اقول قلت البارحة كثرت علي الهواجيس طيب قالوا علامة قلت ما ادري علامي لا البارحة كثرت علي الهواجيس على مهلك على مهلك معلش يتفضل ايه. يقول البارحة كثرت علي الهواجيس الله قالوا علامة قلت ما ادري علامي حلمت صارع شهوة النفس وابليس لعادك الله يا ليال الحلامي متهاوش مع ابليس ابقسه تبقيس لان نظامه يختلف عن نظامي للحق رده ثم درس تدريس تدريس يلقى صواب عام من بعد عامي عامي اغوى لوادم لان رحم فليس احرم الجنه لعين الرسام يغويك وتعود كذا دون حسيس يفصل صلاه الرجل قبل الصيام ومن صار تبعه صار كافر وقسيس يلعبهم في الغي قبله وشامي واعوذ بالله من كان اغسل ابليس انا ضيع بعد ضيع علي منامي الله سلام عليك سلمت الحقيقه يا اخي من المضحك يا ابو راكان الله يهون نايف